بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بتلاوة جميلة جدا في تقليد للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. منذ الطفولة بدأ بتعلم القرآن الكريم، ومن خلال القابلية الجيدة التي يمتلكها وصوته الجميل الذي منحه الله إياه، استطاع منذ نعومة أظفاره أن يقدم تلاوات جميلة في مختلف المحافل القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. Oh,
Allah.